واحدة من أجمل الرحلات في الفيزياء هي مراحل اكتشاف مكونات أصغر شيء في الكون واللي بتتكون منه كل المواد الموجودة في الكون، الذرة. تعال بقى معايا النهاردة أخدك في رحلة أقل ما يقال عنها أنها ممتعة في تاريخ اكتشاف البنية الحقيقية للذرة. هتعرف إزاي الفيزيائيين قدروا على مر عشرات السنين من فهم شكل الذرة الحقيقي، وإزاي كل عالم منهم كان بيبني وبيكمل على شغل اللي قبله لحد ما وصلوا بالتدريج للشكل الحقيقي لمكونات الذرة. فانا عايزك بقى تسيب اللي في ايدك وتركز معايا علشان حلقة النهاردة من العيار التقيل، واوعدك انك هتتبسط. وبالمناسبة للي ما يعرفش، دي الحلقة الثالثة من سلسلة جديدة عن جوائز نوبل في الفيزياء. بس قبل ما ندخل في الموضوع، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، وياريت تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده هيوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. القصة كلها بدأت في القرن الخامس قبل الميلاد لما الفيلسوف ليكوبيس وتلميذه ديموكراتس اقترحوا نظرية بتوصف اصغر حاجة في الكون، وقالوا ان كل الاجسام بتتكون من حاجة صغيرة ومفيش اصغر منها وما ينفعش تتقسم، وسموها الاتوموس او الذرة، واللي معناها بالاغريقي غير قابل للتجزئة. ولكن وقتها الكلام ده كان متعارض مع كلام الفيلسوف ارسطو، واللي قال ان المادة بتتكون من اربع حاجات اساسية اللي هي التراب والنار والمية والهواء. والغريبة ان معظم الناس وقتها وافقوا على كلامه، والنموذج والاقتراح بتاعه ده صمد لمدة 2000 سنة كاملين، لحد ما العالم جون دالتون اللي بيسمى بأبو الكيمياء الحديثة جه في اوائل القرن ال19 وتحديدا في سنة 1808 وطرح لنا التصور الحديث للذرة واللي اتسمى بالنظرية الذرية الحديثة. ودالتون وقتها اتكلم عن خواص الذرة وعن التفاعلات الكيميائية بشكل اعمق، وقال ان المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، واللي تسمى بالconservation of energy law أو قانون حفظ الطاقة. وكمان قال إن كل عنصر بيختلف عن التاني وبيكون ليه خواص مختلفة، وإن المركبات اللي عندنا بتبقى متكونة من كذا عنصر متجمعين مع بعض. وقال أهم حاجة، وهي إن التفاعل الكيميائي ما هو إلا إعادة ترتيب للذرات، إنما مفيش حاجة بتتدمر أو بتتخلق من العدم. وكانت نظرية دالتون الذرية أول محاولة كاملة لوصف كل المادة من حيث الذرات والخصائص. وبعد فترة كبيرة ما حصلش أي تطور ملموس وملحوظ، لحد ما جه العالم جي جي تومسون سنة 1897 واكتشف الإلكترون، وده من خلال تجاربه على الكاثود ري أو أشعة الكاثود اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت في السلسلة دي. وقدر ساعتها تومسون إنه يحدد كتلة الإلكترون من خلال تسليط مجال مغناطيسي خلى الإلكترونات تنحرف، وعرف من خلالها إن في أجسام أصغر من الذرة وإن ليها كتلة وشحنة برضه. وفي سنة 1904 طلع لينا بنموذج جديد كان بداية معرفتنا عن الذرة والنتاج اللي وصلنا له حاليا، وسمى النموذج ده باسم البلام بودينج موديل أو كيكة الزبيب. وكان غرضه من التسمية دي إنه يشبه مكان الإلكترونات في الذرة بحلوى البودينج الأمريكية، وقال إن الذرة عبارة عن إلكترونات سالبة بتسبح في بحر من الشحنات الموجبة، وده اللي بيخلي الذرة متعادلة كهربيا. وخد مثال سريع وبسيط يفهمك نموذج تومسون لشكل الذرة بشكل أوضح. تخيل إن الذرة عبارة عن كيكة من البروتونات الموجبة وجواها حبوب زبيب متوزعة، والزبيب ده هو الإلكترونات السالبة. وبسبب اكتشاف تومسون للإلكترون خد عليه جائزة نوبل سنة 1906 في الفيزياء. ولكن نموذج تومسون ما صمتش برضه زي اللي قبله، وده كان بسبب إن عنده طلاب أذكياء بيدرسوا تحت إيده، ومنهم كان إرنست راذرفورد اللي بقى معروف وقتها باسم أبو العصر النووي. وده كان بسبب تجربته الشهيرة اللي اتسمت على اسمه، وقدرت تفسر الذرة بشكل أكبر، ووضحت إن نموذج تومسون عن الذرة اللي هي حلوى البودينج خاطئ تماما، على الرغم من إنه كان من أكتر النماذج اللي كانت مقبولة في القرن العشرين لفهم بنية الذرة. وعالم الفيزياء البريطاني إرنست راذرفورد بعد اكتشاف الأشعة السينية على إيد العالم رونغتون كان مهتم زيه زي كل العلماء بيها، وكان بيعمل عليها تجارب لما يعرض الغازات للأشعة دي. وفي سنة 1908 قدر يكتشف لينا نوع جديد من الجسيمات اللي هي جسيمات ألفا وبيتا، وقدر يحط مجموعة من قوانين النشاط الإشعاعي، وده كان سبب تسميته بأبو العصر النووي، ووقتها أخد جائزة نوبل في الكيمياء. وبسبب إسهاماته الكتير تم تسمية العنصر الكيميائي ريزرفورديوم أو RF تكريما ليه سنة 1997. بس هل هو ده كان كل إسهاماته وسبب شهرته فقط؟ تعال نشوف. في سنة 1909 كان العالمين هانز جايجر وإرنست ماردسن بيعملوا تجربة تحت إشراف راذرفورد، والتجربة دي كانت معروفة باسم تجربة جايجر مارسدن أو تجربة راذرفورد الرقائق الذهب اللي هي الجولد فويل إكسبيرمنت.
وده لان رازرفورد هو اللي كان مشرف على التجارب دي واللي استنتج الاستنتاجات اللي خلتنا نفهم الذره بشكل اكبر. والتجربه دي كانت بمثابه اختراق علمي ضخم في مجال الكيمياء، ساعدنا نفهم الذره بشكل اكبر وساهم في بناء ميكانيكا الكم. وخلينا نكون عارفين ان كان هدف رازرفورد من التجربه دي هو انه يعرف مكونات الذره بالتحديد، وساعتها قرر انه يستخدم مصدر بيخرج جسيمات الفا، ومن المعروف ان الجسيمات دي تقيله وموجبه الشحنه. وبعدين حط المصدر بتاع الفا ده جوه مجسم من الرصاص، واللي بيضمن ان الجسيمات تخرج بشكل مستقيم من خلال ثقب صغير، وهتعرف ليه كمان شويه. واحد هيقول لي اشمعنى عمده جسيمات الفا تحديدا اللي تم استخدامها في التجربه دي؟ جسيمات الفا طاقتها عاليه جدا وتقيله، فلو وجهنا الاشعه دي على كيكه الزبيب اللي في نموذج تومسون اللي بتتكون من جسيمات موجبه وسالبه، لازم الاشعه تعدي من خلال الكيكه وتنفذ بشكل كامل ومفيش حاجه تتعكس. وده اللي رازرفورد توقعه لانه كان متخيل ان نموذج تومسون عن الذره صحيح. والجسم اللي كانت بتستهدفه الاشعه دي واللي بيمثل كيكه الزبيب اللي هي الذرات كانت عباره عن رقاقه من الذهب. طيب تفتكروا ليه بقى اختار الذهب تحديدا؟ هستنى اعرف اجابتكم عن السؤال ده في التعليقات. المهم ان في اخر خطوه حط حوالين شريحه الذهب شاشه فلوروسيه او شاشه رصد محاوطه الذهب بشكل دائري، بحيث نقدر نشوف اشعه الفا لما تمر وتعدي من الشريحه اللي بتتكون من ذرات هتخبط فين تحديدا. ولما تخبط هيبان معانا ان الشاشه الفلوروسيه هتنور، ودي احدى الطرق اللي بتساعدنا على الكشف عن الاشعاع. طيب دلوقتي احنا كده بقينا فاهمين طبيعه عمل التجربه، تعالوا بقى نشوف النتائج وايه اللي حصل وما كانش متوقعه رازرفورد. اولا كده خلينا نعرف ان لو طبقنا التجربه على نموذج تومسون اللي قال فيه ان الذره فيها جسيمات سالبه وموجبه الشحنه متوزعه كلها، فلما الاشعه تخرج لازم تعدي من شريحه الذهب وتنور ورا الشريحه بشكل كامل، وده معناه ان لازم الاشعه تنفذ بشكل كامل بسبب ان كتله جسيمات الفا اتقل من جسيمات الذره. بس اللي حصل كان على غير المتوقع تماما، وهو ان اغلب الاشعه مرت بشكل مستقيم وشويه منها انحرفت بزوايا والباقي اتعكس. طيب ايه تفسير الكلام ده؟ الاستنتاجات الثلاثه اللي وصلها رازرفورد خليته متاكد ان نموذج كيكه الزبيب بتاع تومسون خاطئ تماما، وخليته يطلع لينا بنموذج جديد يتماشى مع مشاهدات التجربه بتاعته. بس علشان نفهم ليه حصل كده خلونا نتخيل حاجه مع بعض. تخيل ان معاك كره من القطن موجود في المركز بتاعها كره معدنيه صغيره، والكره المعدنيه دي تقيله جدا وكثيفه لدرجه ان لو خبطتها برصاصه فالرصاصه يا اما هتنحرف يا هترتد تاني وتنعكس. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل لو ضربنا كذا رصاصه بشكل عشوائي على الكره القطن اللي في مركزها معدن صغير؟ اكيد ساعتها معظم الرصاص هيخترق القطن، ولكن لما يجي الدور وتخبط رصاصه او اكتر في المركز المعدني الموجود جواه، وخلي بالك اني قلت رصاصه او اكتر لان المركز المعدني ده اصغر بكتير مقارنه بباقي كره القطن الموجود جواها، فلما الرصاصات تخبط في المركز شويه منهم هينعكس وشويه هينحرف عن مسارهم، وده بالظبط مشابه للي استنتجه رازرفورد عن تركيب الذره. وكان استنتاجه الاول ان الذره اغلبها فراغ، وده لان معظم جسيمات الفا عدت بسهوله وبشكل مستقيم. اما الاستنتاج الثاني كان ان شحنه الذره كلها مضغوطه في مكان صغير جدا ودائري في مركز الذره واللي اطلق عليه اسم نيوكليوس او نواه، ودي شبه كره المعدن اللي في المثال اللي اديتهولك من شويه. وهنا بنلاقي ان التصور ده عكس اللي قاله تومسون ان الشحنات الموجبه متوزعه بشكل كامل على الذره، وده لان لو كانت الجسيمات الموجبه كانت بتشغل حجم كبير من الذره كان زمان جسيمات الفا اغلبها اتعكست. والاستنتاج الاخير اللي توصله رازرفورد من التجربه دي ان الانحرافات اللي حصلت دي بسبب ان النواه الموجبه الشحنه تنافرت مع جسيمات الفا الموجبه الشحنه برضو واللي عدت قريب منها، اما الانعكاسات اللي حصلت فكانت بسبب اصطدام بعض الجسيمات بالمركز بشكل مباشر. ومن خلال التجربه العظيمه دي قدر رازرفورد يوضح النموذج الجديد للذره، واللي بيقول ان مركز الذره بيتكون من نواه موجبه الشحنه واغلب كتله الذره متركزه فيها، وان معظم الذره عباره عن فراغ، وان الالكترونات بتدور حوالين النواه في مدارات دائريه زي كده ما الكواكب بتدور حوالين الشمس. وقال كمان ان حجم النواه صغير جدا مقارنه بحجم الذره. طيب حلو قوي التصور ده لتكوين الذره، العلماء يسكتوا ابدا، وده على الرغم من ان نظريه رازرفورد لشرح بنيه الذره كانت صحيحه، بس لما نيجي بقى صديقي للموضوع من الناحيه النظريه هنلاقيها مش مناسبه. ليه بقى عندما انت كنت ماشي كويس؟ بص يا سيدي، احنا عارفين ان اي جسم مشحون بيدور في مسار دائري بيكتسب تسارع مع الوقت، وبما ان الالكترون بيدور في مدار دائري فده معناه انه مع الوقت هيكتسب تسارع، وساعتها لازم الطاقه اللي في الالكترون تتحرر بشكل ما، وده عن طريق انه يخرج اشعاع، ولو استمر يطلع اشعاع بالطريقه دي هيفقد الالكترون طاقته في الاخر وهينجذب بالتدريج ناحيه النواه الموجبه وتنهار الذره في النهايه،
وده هيخلي الذرة غير مستقرة بشكل كبير، وساعتها كان هيبقى مستحيل وجود أي مواد في الكون كله. طيب إزاي بقى كل الذرات بتكون مستقرة في الطبيعة وبتكون لنا كل المواد؟ هل الكلام ده معناه إن نموذج رازرفورد هو كمان عن بنية الذرة غلط؟ لا طبعا يا صديقي مش غلط، ولكنه محتاج تعديل بسيط، وهنا يجي دور نيلز بور علشان يحط لمساته السحرية على نموذج رازرفورد. نيلز بور حط استنتاجاته الجديدة وقال إن كل الذرات ليها مدارات محددة بتتوزع فيها الإلكترونات، ودي نفس المدارات اللي درسناها وإحنا في المدرسة اللي هي KLMN OPQ. وقال برضو إن الإلكترونات وهي بتدور في المدارات دي مش بتفقد أو بتشاع طاقة. وعلشان تفهم المدارات دي أكتر خلينا أديلك مثال. تخيل معايا مجموعتنا الشمسية، الشمس ثابتة في المركز ودي هنعتبرها نواة الذرة، ومدارات الكواكب بتمثل مدارات الإلكترونات، وعمرنا ما شفنا كوكب بينط ويروح لمدار كوكب تاني وكل كوكب محافظ على مداره. أهي المدارات دي تعتبر هي مستويات الطاقة اللي بيدور فيها الإلكترونات حوالين نواة الذرة، وده معناه إن كل مستوى بيكون فيه كمية طاقة محددة مختلفة عن باقي المستويات، ولما بتدور الإلكترونات في مستوياتها مش بتخرج لينا أي شكل من أشكال الطاقة. طيب أمال الإشعاع بيحصل إزاي يا عمدة؟ فاكر يا صديقي لما اتكلمنا عن اللي حصل في ورقة الألومنيوم في حلقة اكتشاف الأشعة السينية، لما قلنا إن أشعة الكاثود اللي هي إلكترونات اصطدمت بورقة الألومنيوم وحررت لينا أشعة سينية؟ طيب ده حصل إزاي والطاقة دي جت منين؟ هل الإلكترونات غيرت من مستوياتها؟ أو هو ده بالظبط اللي وضحه نيلز بور، وقال إن لما اصطدمت الإلكترونات في الألومنيوم اديته طاقة وخلت إلكتروناته تستثار لحظيا وغيرت إلكترونات الألومنيوم مكانها في مستويات الطاقة، وهي راجعة لمكانها تاني ادتنا كمية الطاقة اللي خدتها على شكل أشعة سينية المرة دي. طيب حلو قوي الكلام ده، يعني نقدر نقول إن نموذج نيلز بور للذرة هو النموذج الأخير لتكوين الذرة؟ هقولك برضو لأ. أنت مستعجل ليه بس؟ ما احنا مبسوطين في رحلة استكشاف مكونات الذرة هو، ولا أنت زهقت لقدر الله؟ أنت مش واخد بالك إن كل كلامنا ده وإحنا بنتكلم على إن الذرة بتتكون من بروتونات وإلكترونات فقط؟ ما لفتش انتباهك إن العلماء في الوقت ده ما كانوش لسه اكتشفوا النيوترونات؟ وهنا بقى يجي دور السير جيمس تشادويك اللي قدر يكتشف في سنة 1932 جسيم دون ذري ثالث موجود في مكونات الذرة اللي هو النيوترون، واكتشف إنه متعادل وعديم الشحنة، وبكده بقى عندنا التصميم والتكوين الكامل للذرة، النواة في نص الذرة واللي بتتكون من بروتونات شحنتها موجبة ومعها نيوترونات متعادلة الشحنة، وحوالين النواة موجود مستويات طاقة وهمية بتدور فيها الإلكترونات. طيب يا ترى هل الإلكترونات في الذرة متلخبطة بشكل عشوائي جوه مستويات الطاقة دي، ولا متوزعة ازاي بالظبط؟ وايه هو الطيف الخطي؟ وازاي نيلز بور خلانا من خلال النموذج بتاعه نعرف من هنا على الأرض العناصر اللي بتتكون منها الشمس؟ وازاي كانت بداية ميكانيكا الكم؟ وازاي نموذج بور ما كانش كامل بشكل مثالي، وبالرغم من كده أخذ نوبل في الفيزياء سنة 1922؟ كل ده وأكتر هنناقشه في الحلقة اللي جاية من سلسلة نوبل في الفيزياء، وهستنى تعليقاتكم ورأيكم في الحلقة لو عجبتكم علشان نستمر في السلسلة دي إن شاء الله. وكالعادة هسيب لك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن، ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو. ولو انت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص، ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وكمان اشترك في قناة غموض بلا حدود اللي هقدم فيها محتوى شيق ومختلف، هتلاقي اللينك بتاعها تحت الفيديو في الديسكريبشن. واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.